السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير طلاب. هنا الميموري اورجنايزيشن، هنا راح نتكلم عنه آلية عمل الميموري، تمام؟ في المحاضرات السابقة تكلمنا عن مكونات الحاسوب، أنواع العفو مكونات الميموري أنواعها تفاصيلها، لكن هنا الآن راح نتكلم عن طريقة عملها. هنا الميموري اورجنايزيشن، مكونات هذه العفو المحاضره، ميموري اورجنايزيشن، ميموري كاباسيتي، ميموري اكسبانشن، اند ميموري ادريسنج. نرجع على الميموري اورجنايزيشن. هنا اول شيء السعه مال، نتكلم عن تفاصيلها وعن شلون نحدد، او خلينا نقول الشغلات اللي تحدد لي سعه هذه الميموري وقدرتها على ترتيب وتنظيم البيانات. حتى نحدد سعتها اول شيء عندنا الادرس لاين اللي هي الكي. الكي تحدد لي مثل ما قلنا سعه الميموري على استيعاب عدد معين من العناوين، او عفوا عدد معين من البيانات اللي تحتوي عنوان محدد والمرمزه بعنوان محدد. ف عدد اللاينات الخاصه بالادرسنج شو يساوي لنا؟ يساوي لنا عفوا عدد البيانات يساوي لنا 2 اس كي، راح يحدد لي هنا قدرة الميموري على خزن البيانات ذات العنوان المحدد بداخل الميموري. كل وورد هي عبارة عن n بايت، عن n بيتس، يعني مثلا هذه الوورد تتكون من 8 بيت، هذه الوورد تتكون من 4 بيت. عندنا ايضا اكو عمليه الكنترولينج. الكنترولينج اللي راح يصير بالميموري يا اما ريدنج يا اما رايتنج، يعني عندنا بيانات يتم قراءتها من الميموري واكو بيانات يتم ادخالها للميموري حسب الحاجه وحسب البرنامج اللي انا بعمله. مثال على الميموري، مكونات الميموري عندنا ميموري with 3 address line. يعني شنو؟ يعني بإمكانها أن تخزن 8 بت. شون الكي يساوينا 3 اللي هي عدد الادرس لاينز، عدد البتات أو العفو البت أو العفو داتا لاين هي 8. شون 2 أس كي، 2 للأس كي يساوينا 8 الادرس لاينز، 3 2 اس 3 يساوينا 8 ادرسز ليبل تو فروم 0 تو 7. اوكي، هنا انا مثل ما قلنا 2 اس 3 يساوينا 8 words اللي هي شنو؟ 8 بت داتا. الميموري ادرسنج عنونت او العناوين لل الداتا، او كيفيه عنونه البيانات من الميموري، من والى الميموري. اكو دايركت ادريسنج واكو اندايركت. الدايركت ادريسنج هنا شنو؟ هنا انه البيانات موجوده مباشره بالميموري، يجي السي بي يو يقراها مباشره، ياخذها من السي بي يو. اوكي، بيانات ذات عنوان معين مثلا رقم 5 عنوانه وين بالميموري؟ عنوانه 2313 مثلا، هذا عنوانه، اجى السي بي يو اخذه من الميموري. اكو لا، الاندايركت ادريسنج يعني شنو؟ اكو بيانات موجوده في مثلا في الكاش او في جزء من الميموري، يجي السي بي يو يدور عليها وين؟ بالرام. الرام هنا مقدار العفو يدور على عنوان اللي هو 3001. قيمته ايش قد؟ 3001 قيمة هذا العنوان 5002. ال 5002 هي عبارة عن عنوان للبيانات اللي بداخل الفيكتور تيبل اللي هو جزء من اجزاء الميموري. قد قيمته؟ قيمته 9000 اللي هو شنو عباره؟ عباره عن عنوان البيانات في خلينا نسميها بالريجستر او بالكاش نفسه. عنوانها 9000 قيمتها 302، فايش يسوي؟
يرجع ياخذها من هنا من هذا العنوان. هو اول شيء السي بي يو انطى هذا العنوان، راد البيانات الموجوده بهذا العنوان، رجع اخذ البيانات الموجوده بهذا العنوان عن طريق السيكونس اللي ذكرناه. الميموري كاباسيتي، الميموري كاباسيتي تعتمد على مثل ما قلنا الادرس لاين 2 اس 10 او العفو جماعه الكيلو اللي هي 10 اس 3 ميجا، 10 اس 6 جيجا، 10 اس 9. ف عندي هنا الكيلو او العفو شلون ينقاس الكيلو 2 اس كي، هنا الكي هي الادرس لاينز 2 اس كي 2 اس 10 اللي هي 1024، 2 اس 20 اللي هي شنو مليون 48، 2 اس 30 هنا وصل مليار 73 مليون 741 الف والباقي. هنا الميموري يعتمد مثل ما قلنا ماكسيمم سايز للميموري يعتمد على الادرس كم، على الادرس لاينز. عندي ادرس لاين 16 يقرا، اذا عدد اللوكيشنز اللي ممكن تخزن بيانات داخل الميموري هي 2 اس 16 يعني 64 الف ميموري لوكيشن. المين ميموري اللي قلنا هي الرام والروم اللي هي ريد عفوا راندوم اكسس ميموري وهنا ريد اونلي ميموري، مثل ما قلنا يتحدد سعتها 2 اس كي، الكي اللي هي الادرس لاينز، والان هي الباس فور داتا لاينز. ميموري كاباسيتي هنا مثال بسيط انه مثلا ذكرت انه 1 كي في 8 ناش تعني، يعني هنا 1000 1000 مقدار البيانات اللي ممكن او اللوكيشنز، يعني شنو يعني 2 اس 10 يعني 2 اس كي، كي تساوي لنا 10 اللي هي ادرس لاينز. الان لا مو الان، ان اللي هي شنو او العفو الكي اللي هي الادرسز و الام اللي هي المفروض تكون الداتا لاين. اوكي ادرس لاين والداتا لاين. الداتا تنتقل من السي بي يو يعني ما بين السي بي يو والميموري عن طريق الريجسترز. اوكي عن طريق الريجسترز. من مكونات الميموري او عمليه نقل ما بين البيانات او عفوا نقل البيانات نقل عفوا الاجراءات تتم عن طريق الميموري ادرس ريجستر وكو الميموري داتا ريجستر. يعني هنا السي بي يو ام ار وام دي ار اللي هي الريجسترز الموجوده بالسي بي يو، المين ميموري راح يربط وين بالريجسترز. الام ار مثل ميموري ادرس ريجستر ميموري ميموري داتا ريجستر، هنا راح ينقل عدد العفو هنا يربط ما بينها ما بين الميموري الادرس بس وهنا الداتا بس راح ينقل لي هنا هذا عدد العناوين اللي تحتوي على البيانات وهنا ينقل لي البيانات المطلوبه، وهنا كلاين اخر يربط ما بين السي بي يو والمين ميموري اللي هو الكنترول اللي يحدد لي ريدنج لو رايتنج. اوكي اللي ذكرناها سابقا انه شلون تكون الريدنج شلون تكون الرايتنج ما بين الميموري او الرام وال سي بي يو. الميموري اكسبانشن هنا يا اما انه حتى ازيد قدره الرام او سعه الرام، يا اما انه اسوي سايز اكسبانشن او وورد اكسبانشن. شنو الفرق بيناتهم؟ هنا مثلا قال لي اريدك تسوي لي رام او ميموري متكونه من 4K هل قد 4000 لوكيشن، 4000 لوكيشن للحفظ البيانات و8 داتا لاين، في 8 داتا لاين by using شنو 1000 لوكيشن في 8 داتا لاين. ايش راح اسوي؟ راح اربط ثلاث شرائح من
عفوا شرائح اللي تحتوي على ألف موقع للحفظ أربطها مع بعضها حتى يكون عندي شنو 4000 كي أو عفوا 4000 موقع للحفظ. هذه دائرة الربط ما مالتها أدي هنا الأدرس لاين مربوط على توازي لكل الشيبس. هنا الداتا عفوا الداتا جايتني من اللاين هذا تدخل للديكودر اللي هو شو راح يسوي؟ ديكودر مثل ما قلنا هو سيركت يدخل طبعا مترابط مع بعض بنظام معين مكونات معينه شرحناها سابقا. يكون المدخل مالته مدخلات مدخل رقم معين المخرج مالته اس ان، يعني هنا المدخل مالته 2 هنا المخرج مالته 2 اس ان، هنا هذا الان هذه 2 اس ان، يعني هنا قلنا مثلا المدخلات 2 هنا 2 اس قد ان اللي هي 2 صارت 4 صار عندي مدخلات 2 المخرجات 4. هذه المخرجات تدخل في كل شيب. اوكي هذه راح تزيد لي قدره الرام على استقبال البيانات ومن ثم شنو توجيه word expansion example مثال 4K construct 4K اللي 4000 location ل 16 line of data من شنو باستخدام 4K او عفوا 14 عفوا 4000 location في 8 سوى استخدم رقاقات 2 تتكون من سعة خزن 4000 لوكيشن في 8 داتا لاين ربطها مع بعضها بهذا الشكل تمام حتى شي يصير عندي 4000 لوكيشن للحفظ في 16 لاين للديتا حتى شنو حتى يخرج لي مقدار اكبر من الديتا ومن ثم تصير عندي عملية المعالجة بشكل أسرع. لحد هنا انتهت المحاضرة رقم 7. كل التوفيق لكم طلاب، مع السلامة.